ثالثا، أغني معجمي أحيط الكلمات التي ليست في النص. المجموعة الأولى عندنا كلمة منهل، ناهل، ننهل، نهل. الكلمات الغير موجودة في النص هي منهل، ناهل، نهل. إذن أحيط هذه الكلمات. المجموعة الثانية، بساط، يبسط، باسط، بسط. الكلمات الغير موجودة في النص هي يبسط، باسط، بسط. أحيط الكلمات. أكون بمقاطع كل مجموعة كلمات موجودة في النص. المجموعة الأولى عندنا معرفة، معرفة. الكلمة الثانية أصدقاء، أصدقاء. الكلمة الثالثة تطور، تطور. رابعا أفهم. ماذا ينهل التلميذ والتلميذة من الفصل الدراسي؟ ينهل التلميذ والتلميذة من الفصل الدراسي العلم واللغة والأخلاق. ماذا ينسج المعلمون والمعلمات للتلاميذ؟ لماذا ينسج المعلمون والمعلمات للتلاميذ بساطا من العلم؟ لماذا ليأخذهم إلى عالم التقدم والتطور. هل نعتبر فصلنا الدراسي بيتنا الثاني؟ لماذا؟ نعم، نعتبر فصلنا الدراسي بيتنا الثاني لأننا نصرف فيه وقتنا. خامسا، استثمر، استبدل بالكلمات المناسبة وأقرأ الجمل. الكلمات عندنا هي يحكيها، أقضي، نحيا. بين جدرانك نعيش أسعد الأيام، بين جدرانك نحيا أسعد الأيام. فيك حكاية يرويها الراوي، فيك حكاية يحكيها الراوي. أصرف فيك وقتي، أقضي فيك وقتي.